أراد هذا ترامب أم لم يرده، هي عاصمة الشعب الفلسطيني الروحية والوطنية، ولا يحق لأي جهة سياسية في هذا العالم أو غير سياسية، سواء كانت ترامب أو غيره أو نائب ترامب، أو أن تشطب صحيح حقوق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس. نعم. أنا حقيقة أود أن أضيف مسألة مهمة جدا. نحن كمسيحيين فلسطينيين وعرب استفزنا كثيرا إعلان ترامب الذي جاء في فترة قبل أيام عيد الميلاد، وقد قال ما قاله بجوار شجرة عيد الميلاد التي ترمز إلى هذا العيد وإلى رسالة هذا العيد وإلى الرسالة التي نادى بها صاحب العيد الذي نحتفي بميلاده بعد أيام. هو سياسي وزج الدين في هذا المسيح الموضوع. بميلاده. نعم. إنما نادى بنصرة المظلومين والمعذبين والمتألمين في هذا العالم، وعندما يأتي ترامب لكي يعبر عن انحيازه المطلق لدولة الاحتلال، إنما يكون بهذا قد تخلى عن مسيحيته التي لم يكن منتميا إليها أصلا، تخلى عن إنسانيته، تخلى عن القيم التي من المفترض أن يتمتع بها كل إنسان في هذا العالم. ترامب ينتمي إلى تيار متصهين معادي للأمة العربية ومعادي للشعب الفلسطيني، هو يدعي أنه مسيحي ويدعي أنه إنجيلي، ولكن حتى الكنائس الإنجيلية الموجودة في أمريكا عارضته في هذا الموقف الذي أعلنه. وبالتالي هو لا يتحدث إلا باسم هذا التيار المتصهين الذي ينتمي إليه، وهو أبعد ما يكون وهو أقلية عن القيم المسيحية التي طيب تنادي دوما بالعدالة ونصرة المظلومين والمتألمين والمعذبين في هذا العالم.